السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. حبايب قلبي اهلا بيكم. طب والله العظيم انتوا وحشتوني. هترى بقى انتوا فاكريني ولا نسيتوني؟ نبدأ كلامنا كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم النهاردة على موضوع خانق الناس كلها في المواصلات، ومخلينها مشغلة تكييفات والكهرباء لما بتقطع بتبدأ تهل روايحه، اللي هو ايه؟ اللي هو العرق. ويا بخت الاسيويين اللي مهما عرقوا عرقهم ملوش ريحة، وشركات زي مزيلات العرق او مزيلات روايح العرق ملهاش لقمة عيش هناك. هنعترض بقى على حكمة ربنا يا مؤمن؟ خليك انت في ريحتك اللي ما بتستحماش. وتخيل، انا عايز اقول لك على حاجة، ان في وظائف في شركات لناس مهمتها انها تشم ريحة عرق الناس اللي بيستخدموا المنتجات بتاعتها. يعني تخيل ان اكل عيش ناس بيبقى من عرق جبنها، واكل عيش ناس تانية بيبقى من شم ريحة عرق الناس التانية. تمام؟ هنتكلم النهاردة على حاجتين، هنتكلم على مزيلات العرق ومزيلات روائح العرق. تمام كده؟ طيب نبدأ. اول حاجة عندنا الديودرانس. يعني ايه معنى كلمة ديودرانس؟ اللي هي مزيلات روائح العرق. طيب هنتكلم عليها في 9 نقاط. ال9 نقط دول اللي هما ايه؟ اول حاجة الهدف الاساسي من مزيل ريحة العرق ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ماسكينج او نيوترلايزنج للبادي اودر، يعني من الاخر بيغطي على الريحة بتاعت العرق، لكن ما بيقدرش ان هو يعمل كنترولينج للسويت، يعني ما بيقللش كمية العرق اللي طالع من الانسان. هو مجرد بس بيسيطر على الريحة اللي المفروض ان هي بتطلع من العرق نتيجة شغل البكتيريا اللي بتبقى موجودة في المناطق اللي هي زي تحت الباط. لو شميت كده تحت باطك دلوقتي ممكن تشم الريحة دي. تمام؟ ده لو ما بتستخدمش ديودرنت يعني. تمام؟ فالاكتف انجريدينس اللي بتبقى موجودة عندي في الديودرنت بتبقى مهمتها الاساسية انها تقتل البكتيريا المسببة لريحة العرق. طيب يا ترى مزيلات رائحة العرق هل بضطر ان انا استخدمها مرة واحدة بس في اليوم ولا اكتر من مرة؟ قالك لا، المفروض ان انت بتعيد استخدامها اكتر من مرة، يعني بتعمل لها ري ابليكيشن. تمام كده؟ بتستخدمها اكتر من مرة. ليه؟ علشان تأثيرها بيروح بسرعة. تمام كده؟ طيب الحاجة اللي بعد كده، هل هي بتسبب تهيج في الجلد لما بتتحط؟ قالك نادرا جدا لما بتعمل اي سكين اريتيشن، يعني ما بتعملش تهيج للجلد لما بتتحط في المنطقة اللي المفروض ان احنا عايزين نشيل ريحة العرق منها. ومن مميزاتها برضو ان هي ما بتسيبش صبغة في المنطقة اللي المفروض ان هي بتتحط فيها. ادى كده بالنسبة لمزيلات رائحة العرق. تمام كده؟ يبقى في عندي مزيل عرق اللي المفروض ان انا اتكلمت لكم عليه دلوقتي. تمام؟ اللي احنا بنقول عليه الديودرانس. تمام كده؟ طيب تعالوا كده بقى بنتكلم على حاجة تانية، الا وهي يعني مضادات العرق. طيب بالعقل كده، مضادات العرق ومزيلات رائحة العرق أيهما أنسب للشخص؟ لو الشخص بيعرق كتير المفروض أن أنت تستخدم له مضاد للتعرق، أو اللي احنا بنقول عليه أنتي برسبيرانت. تمام كده؟ لكن لو واحد العرق بتاعه عادي كده المفروض أن أنت بتستخدم له مزيل عرق عادي جدا. طيب تعالوا كده بقى ما نشوف مضادات التعرق ديت أو الأنتي برسبيرانت دي قصتها إيه. مضادات التعرق ديت يا جماعة بصوا كده، هي بتحد من العرق، يعني بتقلل كمية إفراز العرق، بتقفل الضغط أو القناة اللي المفروض إن بيخرج من خلالها أصلا العرق، فبتقلل من إنتاج العرق. تمام كده؟ طيب نركز بقى كده مع بعض، ممكن نحط عليها بعض المواد المانعة للرائحة بتاعت العرق، يعني ممكن تشتغل كمضاد للتعرق. تمام؟ بتقلل ريحة العرق، وفي نفس الوقت ممكن ان هي يعني تقلل الريحة بتاعت العرق. تمام؟ اللي المفروض ان هي بتبقى كريهة شوية، بس فيها مشكلة ان الاكتيف انجريدينتس بتاعتها او المكونات الفعالة بتاعتها بتحتوي على الالومنيوم كومباوندز. تمام كده؟ تحتوي على الالومنيوم، والالومنيوم ده وجدوا ان هو بيسبب مرض الزهايمر والبريست كانسر على المدى البعيد. تمام كده؟ فده معناه ان في خطوره من استخدام مضاد للتعرق.
أكتر من كده؟ طيب نركز بقى كده. طريقة شغلها زي ما اتفقنا إن هي بتقفل القنوات بتاعة العرق، القنوات اللي المفروض إن هو بيخرج منها العرق. بس في مشكلة فيها إن هي بتسبب تهيج للجلد أو بتعمل إريتيشن للجلد عند بعض الأشخاص. ومش كده وبس، الديودرانس أو مزيلات رائحة العرق ما كانتش بتسيب صبغة على الملابس اللي المفروض إن هي بتلمسها أو الجلد اللي المفروض إن هي بتلمسه. لكن مضادات التعرق أو الأنتي بريسبيرانس بتسيب صبغة لونها أصفر على الملابس وعلى الجلد بتاع الشخص اللي المفروض إن هو بيستخدمها. تمام كده؟ طيب تعالوا كده ما نشوف مزيلات العرق ومضادات التعرق بالنسبة لتكرار الاستخدام. مزيل العرق بضطر ان انا استخدمه اكتر من مرة، تمام؟ او تحديدا مزيل رائحة العرق بضطر ان انا استخدمه اكتر من مرة. اما مضادات التعرق بتبقى long lasting. يعني ايه long lasting؟ يعني تأثيرها بيبقى ممتد المفعول شوية. تمام كده؟ ومن اسمها مضادات التعرق، يعني ده معناه ان هي مناسبة اكتر للناس اللي المفروض ان هم عرقهم بيبقى كتير. تمام كده؟ لكن لو عرقك بسيط، تمام كده، ممكن ان انت تستخدم مزيل لرائحة العرق. تمام كده؟ ادي كانت القصة بتاعت الديودرانس والانتي بريسبيرانس بكلمتين وبس. تمام كده؟ كل واحد فيهم بيستخدم في ايه؟ تمام؟ وكل واحد فيهم أضراره إيه؟ وما تنساش الألومنيوم اللي المفروض إن هو بيتحط في مضادات التعرق، اللي وجدوا إن هو بيتسبب في ظهور مرض الزهايمر والبريست كانسر أو السرطان بتاع الثدي. أتمنى المعلومات النهاردة إن هي تكون فادتكم. خلاص، وأشوفكم على خير كده إن شاء الله كده في الفيديو اللي جاي. كان معاكم دكتور أسامة معروف. صلوا على النبي وعملوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة، وحاول شير المعلومة ديت لأصحابك لو انت استفدت منها. أشوفكم على خير، وسلام عليكم. مع السلامة.